طيب خليني أروح لأستاذ عبد الفتاح ونتكلم على الكتاب الدوري اللي أعلن النائب العام إن هيتم توزيعه، وإن ده هيكون يعني بميثاق كده تعليمات بيتبعها كل الأشخاص بشكل متساوي، يعني علشان نوصل في الآخر لحل للمشاكل اللي بتواجه الأسرة. لو نستوضح كده أبرز يعني ما يحمله هذا الكتاب الدوري، وكمان عايزين فكرة برضو إن مش لازم تلجأ للشرطة قبل ما تاخد قرار أو خطوة، يعني نوضح برضو التفصيلة دي. طيب هو البداية في قرار التمكين كان بيتعمل في محضر في اسم الشرطة اللي تابع للشقة السكنية محل المسكن أو محل النزاع. وبعد يعني الخطوة اللاحقة على فكرة المحضر لما يتم تحريره يذهب للنيابة العامة وياخد خطواته إلى أن يصدر فيه القرار، بعد كده إشكاليات التنفيذ المختلفة. خطوة أولية الشرطة ثم النيابة العامة. وبعد كده يصدر قرار من النيابة العامة إذا كان بالتمكين أو حفظ القرار ويتم التظلم عليه، وخطوات إجرائية طويلة اللي بتاخد فترة زمنية طويلة. القرار بتاع المكتب بالسيد النائب العام قال إن يتم نظر النزاع في شأن التمكين في مسكن الزوجية في نيابة الأسرة داخل محكمة الأسرة. مش محتاجين إن إحنا إن الست تلجأ لقسم الشرطة اللي تابع لي مسكن الزوجية، لا، هي محتاجة أنها تلجأ لنيابة الأسرة اللي تابع ليها مسكن الزوجية عشان تبدأ تشتكي بأن هي تم طردها من مسكن الزوجية، بتاخد خطوات الحصول على قرار بتمكينها من منزل الزوجية. وده الفكرة في أن الفلسفة من مشروع القرار دوت بصدوره بتعليمات دورية من خلال كتاب التعليمات اللي بيصدر للنيابة العامة لأعضاء النيابة العامة في النيابات المختلفة، مجموعة من التعليمات بيضعها مكتب النائب العام للخطوات الإجرائية للحصول على قرار التمكين. اللي منها أنه مش محتاجة أنها تروح اسم شرطة، ومحتاجة أنها تقدم طلب للنيابة. النيابة بتم التحري، هل المسكن ده صحيح، هل تم فيه الزوجية، هل هو كان مسكن للمعيشة للأسرة. وعلى أثر دوت لما تتأكد النيابة العامة من خلال التحريات أو نيابة الأسرة وفقا للقرار الجديد بيصدر قرار بالتمكين. لكن أنا عايز لو ليا أن أنا أعقب فكرة مشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية. الفكرة مش بس بأن احنا بنصدر تعليمات لتقصير أمد التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، لكن احنا عندنا معوقات كتيرة موضوعية، اللي منها مثلا فكرة النفقة وإشكالياتها، فكرة التلاعب في الدخل، اللي منها أن كل دعوة أو كل نزاع خاص بالأسرة محتاج أنه يقام على أساسه دعوة. مفيش نزاع مفيش ملف للأسرة بيضم كل نزاعات الأسرة. يعني النهاردة لو زوج وزوجة اختلفوا تروح تعمل دعوة نفقة، الخطوة اللي بعد دعوة نفقة تعمل دعوة أجر مسكن بعد الطلاق أو دعوة خلع، وبعد كده حاجة منفصل عن كل حاجة. يوصل النزاع الواحد اللي بين اتنين ل 13 قضية، ويمكن 15 ويمكن 17. أكتر 17 قضية. ده بيعمل إيه؟ ده بيعمل ضغط على مرفق العدالة. ده بيخلي عدم نظر الدعاوى بشكل كبير بسبب التكدس القضايا أمام المحاكم. ده ثقيل جدا على المحاكم، وكمان تكلفة على الزوجة وعلى الزوج وعلى مرفق العدالة. ففي إشكاليات كتيرة في القانون محتاجين تدخل المشرع فيها، وعلشان كده أنا عايز أقول لك قانون للأحوال الشخصية. في مادة في القانون عندنا، المادة 101 في الحقيقة بتتكلم عن اختصار العملية كلها، وإن ما يترتب على التطليق إذا تم الحكم بالتطليق ما يترتب عليه من جميع الحقوق إنها تقر وتنفذ وتنظر في نفس الدعوة، بحيث إن يعني التشعب اللي بيحصل. بالضبط بالضبط كده. في الحقيقة دي اللي بيستفاد منها المحامين مع المؤاخذة يعني. أصدقائهم اللي هيخسروا زبائن، هيخسروا موكلين. والدمغة ومش عارفة إيه، والمصاريف، الورق والكلام اللي بيتعمل. روتينية. بالضبط كده. لكن هل قرار النائب العام هيتفادى النقطة دي؟ يعني القرارات اللي احنا شايفينها بتحل الموضوع ده؟ هو طبعا دي خطوة زي ما بقول لحضرتك، ولكن هي خطوة صغيرة. لكن إن شاء الرحمن إذا أقر وتم التصديق على مشروع القانون اللي مقدمينه، اللي فيه 102 مادة إجرائية بتنظم العملية كلها
مش بس خطوات صغيرة زي ما قلت لحضرتك للقرار السيد النائب العام مع كل الاحترام، لكن العملية كلها بتتنظم بشكل دقيق جدا. من كل الحقوق القضايا نفسها تنتهي في وقت قليل جدا، كل الحقوق المترتبة تنتهي في دعوة واحدة. بنك ناصر يبقى له وصندوق التأمين الأسرة على حياة الإنسان وغيره، هذا الصندوق يقوم بالدور الرائع في حماية الأسرة من بداية النفقة. عارفة عن حضرتك لغاية بنك ناصر، يمكن دي قضية الأستاذ عبد الفتاح مهتم جدا بيها، إن لو حضرتك النفقة بتاعتك أو بتاعت أنا مع مؤاخذة كانت 5000 جنيه، أروح أخدها من بنك ناصر كام؟ 500 جنيه. 500 ده بعد ما كانت ده بعد ما كانت 300. لا يا فندم مش نص قانوني، انا بقول لك على الحالي اللي بيحصل دلوقتي. ده نتيجه ايه؟ كويس. ده نتيجه ايه يا استاذه نشوى؟ اللي بيحصل دلوقتي ان بنك ناصر بيدي 300 جنيه، ولما الناس تدخلت ولما الاصوات عليت بقت 500 جنيه.